فقره ترند. الترند طبعا دايما لما بيكون في خبر او معلومه مهمه، وكمان لما بيكون في تساؤل عند جمهور النادي الاهلي. وفي الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت كان في تساؤل ورسائل كتيره بتوصل لفريق العمل لبرنامج الترند، وهي تتعلق بالاشاعات اللي طالعه بخصوص بكاري جسامه الحكم الشهير واحتماليه ادارته لمباراه او احدى مباريات الاهلي والوداد خلال دور نصف النهائي. خلينا نقول لحضراتكم الوضع ازاي لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. نسب اسناد بكاري جسامه لمباراه من ضمن المباراتين، مباراتي الاهلي والوداد او حتى كمان مباراتي الزمالك والرجاء، تكاد تكون منعدم، تكاد تكون منعدم. الاسباب ايه؟ الاسباب ان بكاري غير مصنف دلوقتي من حكام الصفوه في القاره الافريقيه. فطالما انت مش مصنف كحكم صفوه، فبالتالي لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم مش هتلجا ليك في ادوار حاسمه زي دي. ما بالك كمان دور نصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني وضرب نار بقى اربع فرق تقال جدا يعني. فكمان هو مستبعد من القائمه الخاصه بالحكام الافارقه اللي ممكن يكونوا متواجدين في كاس العالم 2022 في قطر، فبالتالي دي كلها فرص بالنسبه له صعبه جدا ان هو يحكم خلال الدور المقبل او حتى المباراه النهائيه، خصوصا ان ليه سوابق كتير جدا سواء مع الاهلي او مع الوداد تحديدا. هو ادار مباراه النهائيه السنه اللي فاتت ما بين الوداد والترجي، واللي عملت ازمه كبيره جدا في افريقيا بسبب الفار وانه ما اشتغلش، ولسه القرار طالع بشكل رسمي من كام يوم ان الترجي هو بطل البطوله يعني بعد اللغط الكتير اللي حصل. وعنده سابقه معروفه جدا مع النادي الاهلي في مباراته مع الوداد في نهائي 2017، وفاكرين كلنا علامه عماد متعب لما عمل له كده 0-0 يعني. فليه سوابق كتير جدا مع النادي الاهلي والوداد، وهو مش مصنف خلال الفتره الحاليه، فبالتالي حته ان هو يكون موجود ويدير مباريات في دور نصف النهائي ده امر يكاد يكون مستبعد. يعني بنسبه 99.9% بكاري جسامه مش هيحكم اي مباراه في دور نصف النهائي. طيب لو حكم بكاري، لو بكاري جسامه ادار مباراة من ضمن المباريات، هيبقى ده أمر غير طبيعي. هيبقى أمر غير طبيعي وهيكون عليه علامات استفهام كبيرة جدا. وأخاف أخاف إن يكون ليه أغراض معينة وتوجهات محددة. الخوف من الحتة دي. لكن إحنا دلوقتي بنتكلم في الأمور الطبيعية، الطبيعي إيه؟ مفيش بكاري، مفيش بكاري جسامة، ده الطبيعي. المعطيات كلها بتقول كده و كل الدلائل بتقول كده. اللي مش طبيعي ان هو يحكم. ساعتها بقى هيبقى في علامات استفهام كبيره جدا، وهيبقى في تساؤلات وخيالنا هيروح لبعيد بقى بصراحه يعني من الاخر يعني. فانا قلت اقول لحضراتكم واطمن حضراتكم في الجزئيه دي تحديدا، لان في الحقيقه بكاري جسامه من ضمن الحكام اللي عليهم لغط كبير واللي لهم اخطاء كتيره جدا في القاره الافريقيه والبطولات الافريقيه بشكل عام.